أيضا لدينا إعلان تشيع حماس. الأخ عبيد من المغرب، السلام عليكم أخي عبيد. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله وتقبل الله أعمالكم. أهلا وسهلا. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي. عجل رجعهم لك الأعداء للمدينة الآخرين. إلهي آمين. إلهي آمين. بودنا أن نستمع إلى قصة تشيعكم أخي عبيد. قصتي طويلة أخي العزيز. كنت منذ صغر في عن المتطوفين في الزوايا، وكنت أحضر في الزوايا وأحضر الله، وكنت مع المديح والسماع، بسمع المديح والسماع الصوفي بالمغرب. وكان كل القصائد التي استمع اليها كان قصائد في اهل البيت، في فضائل اهل البيت، في مدح اهل البيت. وسبحان الله العظيم، هذيك القصائد كانت عندي اعز حاجه عندي اسمعها. يا الذي عقول الله ربكم فرض من الله في القران امثله، يكفيكم من عظيم المجد انكم من لم يصلي عليكم لا صلاه له. صل على محمد فرج وعلي محمد وعجل فرجهم ورعاهم. نعم. وكنت اسمع الى حفظ لك البيت، اريد ان اقولها ممكن. نعم تفضل اخي. نعم نعم. بغنة مغربية. بسم الله. يا آلاء يا حسين بيت النبي عليكم السلام، كل عام كل شهر كل لحظة بقدر ما خلق الله آلاء، نادى زادني شاء الرحمن أن يخطكم في مادحي في القرآن من بنائكم إلى محمد مناجدين في القرآن. أني أنكم فوزتم كنتم سودتم أشراف الخلق عند الله قطعة وفي في جمال عظيما فقط الأرض ذات مجد وفخر ربنا. هنيئا للمحبين لكم يا آل بيت النبي. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التي اهتديت بها إلى عرفني الى البحث في هذا الموضوع في قطع اهل البيت. والحمد لله استفرت بعد قليل، التقيت باصدقاء كانوا من الشيعه، ولكن كانوا من الشيعه ليسوا من الشيعه الرافضه، كانوا من البتريه. الله يهدينا يا ربي. ودابا الحمد لله بفضل الشيخ الحبيب وبفضل صوت العشرة عليهم السلام، صوت العشرة قامت لك. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. خير. نعم اخي عبيد، انت منذ متى وانتم تشاهدون القناه؟ قناه فدك وصوت العتر عليهم السلام. من هذه سنتين. نعم. سنتين. انا وعائلتي حتى زوجتي معي وابنتي الصغار. نعم. يلعنون عمر ويقرؤون من اللاتين. ما شاء الله. وهل سوف يعلنون تشيعهم ايضا الان؟ نعم هم معي. نعم. كم عدد الافراد؟ كم عدد افرادكم الذين سوف يعلنون؟ اربعه اشخاص. اذا اكتبوا على الشاشه عائله عبيد من المغرب. ما شاء الله. او عبيد وعائلته. نعم. نعم. اذا فلتعلنوها مدويه جماعيه مع سماحه الشيخ الحبيب. تفضلوا شيخنا. ان شاء الله.
زوجتي في الان في شهرها الاخير ان شاء الله. ما شاء الله سهل الحال ان شاء الله وما خلص مطر ان شاء الله. الله يسهل عليها ان شاء الله. نعم ما شاء الله. نعم الشيخ شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك شيخ الحبيب؟ الحمد لله. بارك الله بكم. بارك الله بكم ورحمكم ونشر عليكم من رحمته وبركاته في هذه الليلة. لقد أتحفتنا بما قلت جزاك الله خيرا. سبحان الله كانت ولكن الحمد لله فيها خير. ذلك القصائد كاملة في مدح أهل البيت صلوات الله يا خير البداية لخطب هذه كانت بداية خير إن شاء الله. إلهي آمين إن شاء الله تعالى على بركة الله تعالى. قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. يمكن الخط انقطع. الأخوة بالكنترول هو موجود بس الظاهر هنالك خلل. نعم نعم تفضلوا شيخنا. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعجل حرجهم ولا نعدهم. هنيئا لكم. تقبلوا تهانينا جميعا والحمد لله الذي جعلكم من المنضمين لشجرة شيعة أهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم. ونسأل الله تعالى أن يقر عيونكم برؤيتهم في الجنة إن شاء الله. أمين أسألكم الدعاء سيدي الفاضل في هذه الليلة المباركة. استغفر الله سيدك رسول الله. إن شاء الله بعيني أدعو لكم إن شاء الله. وأنا دائما أدعو لكل المهتدين والمتشيعين والمسلمين والمؤمنين والرافضة في كل مكان. أدعو لهم جميعا في هذه الليلة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. بارك الله سيدي الفضيل للساده المحترمين الذين معك في طاقم الفدك ان يكونوا معك صادقين وهنيئا لهم بك سيدي الفضيل. جزاكم الله خير. نريد ان نكون معهم دائما معك. إلهي آمين إن شاء الله تعالى. بارك الله حياكم بك. الله أخي عبيد وهنيئا لكم ركوبكم سفينة النجاة. بارك الله فيكم.
اخواني الليله ترى دعاء الجوشن راح يطول وياكم. لا معنا ايضا اعلان تشيع الاخ محمد من ابو احمد منو الان ابو احمد من الجزائر مقيم في امريكا ما شاء الله. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم ليهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. هاي نعم العمل، هو هذا العمل.